بدء عمليات توزيع السلال الغذائية الرمضانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عمليات ينفذها المكتب التنموي لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال في المناطق المتضررة بأرض الصومال. والمساعدات وصلت للمشردين جراء العاصفة المدارية ساجار التي ضربت بعض القرى الساحلية خلال هذا الشهر. هذه المساعدات التي وصلتنا من مركز الملك سلمان بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي ستوزع على 930 أسرة تعيش في القرى التي تضررت جراء العاصفة الأخيرة. الأجواء القاسية في بيئة صحراوية فاقت درجة الحرارة فيها 40 درجة لم تمنع الوفد الإنساني السعودي من مواصلة العمل. الحمد لله استطعنا الوصول إلى هذه المناطق النائية التي تضررت من السيول ومن الأمطار والفيضانات، والصراحة في الطرق وعرة حتى تمكننا من الوصول إلى هذه القرية. ومع الأجواء الجو حار جدا هنا، لكن الحمد لله أن استطعنا بتسليم الأمانة هذه. فيما عبر المستفيدون عن بالغ استعادتهم تجاه هذه المعونات الغذائية التي يقولون إنها جاءت في وقتها. ضرب أعصار قوي قريتنا، أدعو الله أن يجنب الشر كل أولئك الذين ساعدونا بهذه المساعدات. الأعصار شردنا من قريتنا، قبل ذلك كنا نعيش الجفاف، جزى الله خيرا أولئك الذين دعمونا بهذه المساعدات. من المتوقع أن يستفيد من هذه الحملة الإنسانية التي تستمر أياما عدة أكثر من 200,000 شخص في 8 محافظات بأرض الصومال. عبد الرحمن بخار، العربية، منطقة بلحار، أرض الصومال.